هذه طبعا الأضحية. الزبون لما يجي يختار لازم يطالع الشكل العام، ها يطالع قوة الخروف، ها هل هو سمين، ها أول يراعي السمن، سلامته من الخارج يطالعه زين، لازم ما يكون إذنه مقصوصة زين، جزء منها رايح، أو يكون القرن مكسور أو مقصوص، أو العين خربانة زين، لازم تكون العين سليمة، ما في مخاط، ما مخاط على خشمه، لأن المخاط يدل على التهاب الرئوي زين، وشكل الخارجي فتكون بهالشكل، ها تكون بهالشكل أضحية سليمة، طالع هالشكل الخارجي زين، وكل ما سملت وكل ما صارت كثيرة اللحم كل ما صارت أحسن. هذه اختيار الأضحية، وعساهم من عواد إن شاء الله وكل سنة وهم طيبين. أنت لما يكون مريض ولا يضلع يعرق يعني ولا شكله قبيح تأخذ أنت؟ أنا أسألك، أنت تأخذ حق نفسك؟ ما بالك حق رب العالمين، أنت لازم تشوف أحسن شيء تعطي رب العالمين. وإذا مكسور قرونه ما يمشي، لا المكسور ولا المقصوص، ها ولا الإذن اللي مقصوصة ولا المخرومة خرم واضح ولا الهزيلة ولا المريضة اللي يطلع مخاط يبين مرضها باين ولا اللي جربه ولا الضعيفة، لازم تكون كاملة الأوصاف جميلة حلوة ومسمينة ومربربة زين، هذه الأضحية الزين. لكن اللي تشوف شكلها قبيح وضعيفة وعين والله خربانة ولا قرن مقصوص ولا أذن مقصوصة ولا تضلع ولا جرب فيها ولا نوع القراح فيها، هاي تركها تولي، وضعيفة تركها تولي، ها ما تصلح. هذه اشتراطات الأضحية. والله جميل وحب الجمال. الضروس مكسرة، عرفت؟ شوفها هذه مكسرة، شوفها هذه، شوفها هذه ضروس مكسرة، شوفها هذه ما تصلح، شفته هذه ما تصلح، ما تصلح ضحية، لا ما تصلح ضحية، جيب لي غيره. هذه ضروس سليمة، شوفها نزل ريلك يالك شوي، هذه ضروس سليمة، عرفت زين؟ هذه قرنه سليم، شفته قرنه سليم، عطنا اللي قرنه مكسور، هذه ما يضحي، هذه ما يضحي، قرن مكسور وقرن موجود، عرفت؟ هذه ما يضحي، بارك الله فيك. لازم انت تكون تعرف، انت مسلم لازم تعرف اصول دينك وتشريعاته واللي المطلوب واللي غير مطلوب.